السلام عليكم. اليوم كانت تنسيق تقديم مزيك داعية الجماهير الصحراوية الوقف في شارع السمار، وخلق إنزال في المناطق المحتلة على إثر زيارة مجموعة من البرلمانيين الإسبانيين للصحراء الغربية. وكما هو المعتاد، النظام المغربي قام بالعديد من التدخلات التعسفية من الحصار، واللي خلق التدخل عليه مع الستة غرينيتش. بالنسبة ما يتعلق بالنسبة لي أنا، تم الاعتداء علي من طرف مجموعة من القوات الأمن الوطني مع الخمسة تقريبا، خمسة غرينيتش اللي هو سابق الوقفة، قاموا بمنعي من دخول معطلة، واللي خلق مع إثرها العديد من التدخلات من طرفهم، واللي كان ما يسمى بعالي، قام ضربي على مستوى الوجه ومشادات أخرى بين العناصر التابعة له. واللي اليوم كيشاهد في شارع السمارة خلق ياسر من التدخلات، وهذا يدل على شيء، يدل فقط على الطغيان، والله زاد الاحتلال المغربي هذا اللي معدل فيه كامل فقط بدعم، والله زاد بتمتين من طرف دعمه لبعض الدول الأوروبية للأسف، واللي دائما في جميع تصريحات اللي تم نقولها اللي على رأسها فرنسا وعلى رأسها أمريكا، اللي هي مساعدة في اللي يوقع للصحراويين، ورانا طالبين حل عاجل، وطالبين من الشعب الصحراوي التوحد اللي فاصلين فيه ذا الوقت. وشكراً.